العدالة وليس غيرها هي كل ما ينشده اليمنيون على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، فالجميع يلتقون في رفض الظلم وطلب إحقاق الحق. ليس إلا لا يزال اليمن يندب ضحايا موجة إسقاط النظام وإحلال فوضى العنف، ولا يزال اليمنيون يبكون دماء سفكت وأرواحا أزهقت وأموالا نهبت وجراحا أوغرت. جرائم جسيمة شتى شهدتها البلاد منذ العام 2011 هزت الضمائر وأدمت القلوب، بدءا من جريمة جمعة 18 من مارس الدامية أو ما يعرف بجمعة الكرامة، فجريمة العصر التي استهدفت وطنا بأكمله في أول جمعة من شهر رجب الحرام في 3 يونيو عام 2011، ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة بتفجير مسجد دار الرئاسة. مرورا بمجزرة ميدان 70 في 21 من مايو 2012، وصولا إلى جريمة الخميس الأسود في 5 ديسمبر 2013 ما عرف بمجزرة مجمع الدفاع. وليس آخر هذه السلسلة الدامية للجرائم الجسيمة الهجوم على السجن المركزي في 13 من فبراير 2014، إضافة إلى جرائم أخرى من فكت تقوض مضاجع اليمنيين. سقط المئات من القتلى والجرحى في كل هذه الجرائم وغيرها، وثمة أمهات ثكلى وزوجات أرامل وأطفال أيتام ظلوا ولا يزالون ينتظرون العدالة ولا يعرفون سببا مقنعا لتأخرها، كما يرفضون تسييس قضاياهم أو اتخاذها أوراقا للمساومة. لا تزال معظم تلك الجرائم النكراء على جسامتها معلقة من دون أن يقول القضاء فيها كلمته، ولا يزال القضاء صاحب القول الفصل الذي يراهن عليه الجميع في إحقاق الحق وإنفاذ العدالة، ويعول اليمنيون على حياده ونزاهته واستقلالية قراراته.